السلام عليكم، أنا فاطمة العرفج من مدارس الأنجال الأهلية إدارة تعليم الأحساء. بحثي هو to synthesize a cost effective and efficient metal organic framework that could harvest water and produce hydrogen directly from air. طبعا أهلي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ما قصرت معانا، قدموا لنا كل شيء عشان نطلع بهذه المشاريع القوية، لأن أنا اشتغلت فيها. أولا أهلي طبعا، وأيضا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومدرستي مدارس الأنجال. بالبداية أنا كنت في برنامج موهبة الإثراء البحثي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن هناك بدأت تجيني أفكار البحثية، لأن بدينا ندخل معامل ونشوف ناس يعني عندهم خبرة. فنفس الشيء مدينة الملك عبد العزيز ما قصرت معي أبدا، كانت هي الانطلاقة البحثي. موهبة قدمت لنا البرامج البحثية اللي تساعدنا بتطوير خلفيتنا العلمية، وايضا في اولمبياد ابداع اللي قوانا بالخلفيه العلميه والبحوث القويه هذه اللي راح تفيد المستقبل بشكل جدا كبير. حماس وتوتر ان شاء الله.